السلام عليكم خياتي، أزل فيك كنت نبدأ الفيديو كيما العادة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. أزل فيك كنت تحدي، مرحبا بيك كنت راشاني، مرحبا سيدي لنا، مرحبا سيدي ديانا. أكني كنت قاية في كل أش حاجة كنت تخدم على فيديو عكي جيني فاسا فاسا سيدي ستاف نتخدم على فيديو ونهضر شوية ونقصر شوية، إن شاء الله تقيم في إيكيدي أما تقرأ وتصرحوا مثلا بعيد بيان سور. ما إلا تعجبك كنت تدلا فيديو خدم في الجم خدم في دا كومنتير في كنت قراية في كل وتسويو مثلا. وقبل ما نبدا لا فيديو كنت ناخذ تنمية ان كنت في لي كومونتير يتكم تا كنت نعطيكم الصحه سيس كنت نسالي سيس كنت نعمل لي فيديوهات نخدم لكم على جاكم كني كنت قال لي انا تنمية ان كنت سواطاس ايه قيمة ما تقال صح مثلا بعيد لا فيديو بس هيك زرا بلي خيلا 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 تي حوايج لك لكن لي حوايج تنكيني كاين لا حوايج عطيتني كاين خلاط حنينه سي حوايج من خلاط لون سي حوايج خلاط يماثين خلاط هكا ليسونسيال قيمة ما تقال. اذا خياتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم راني وليت لكم فيديو جديد، عندي مده ما درت لكمش هكذا فيديو فاس فاس، راح نهضر لكم ديريكتومون ان شاء الله الفيديو تاع اليوم راحين تستفادوا منه بالبزاف وراحين تستفادوا من تجربتي الخاصه. وشنو ثاني راحين نستمتعوا مع بعض في هذا الوقيته اللي راح نجوزوها باذن الله. قلت لكم خياتي في هذا الفيديو راح نهضر لكم على التجارب اللي مريت بها في حياتي ملي بديت المهم كما قلت لكم في العنوان حزينه بسبب زياده وزني، اكتئاب شديد راح يحكمك. واش نقول لكم كل السلبيات كل حاجه ماشي مليحه راح تلقايها في زياده الوزن صراحه. نقول لكم دائما كي كنت نهضر معكم نحب ناكل، انا من محبات الاكل بشراهه ماشي زعما شويه برك، من محبات الاكل بشراهه. بصح سبب حب هذاك الاكل راح نهضروا شويه. فصو انا خياتي ماشي اخصائيه في هذا النوع من الامور، ماشي زعما من النوع اللي نعرف بزاف، بصح راح نحكي لكم عن تجربتي الخاصه. فما كان لهاد زعما تدخلوا تقولوا لي لازم هذه ولا ليلى لازم هكذا، واحد لازم يعرف ويقرا باش يعرف. قالوا يقولوا لك سقسي المجرب خير ما تسقسي الطبيب. انا قلت لكم ديجا انا مريت بعده تجارب في حياتي، جربت كلش خاصه في هذا النوع من الامور. قلت لكم خياتي السبب زياده وزني، نهضروا شويه بشويه ايطاب باري. انا كي كنت في صغري كي كنت في دارنا بيان كنت اقل من لاميا، تعرفوا لاميا راكم كيما تشوفوا في لاميا، كنت في الوزن تاعي ما ديباسيش كامل 65 ماكسيموم، زعما الا كنت زعما سمينه نلحق 67 68 ماكسيموم، جامي لحقت هذيك الدرجه زعما وين نلحق اكثر من قنطار وطلع. فهمتوا على خاطر انا راكم تشوفوا فيا طلعت اكثر من قنطار، عندي اكثر من نقول لكم 10 سنين بالك 10 سنين كنت اكثر من قنطار، وانا نرفدت اكثر من قنطار على جنابي صراحه ما نكذبش عليكم. بصح السبب الرئيسي اللي خلاني ملي تزوج خياتي، وانا على بالكم انا عندي بروبليم تاع كيفاش نقول لكم، عندي بروبليم تاع العقم ولا كيفاش نقولها لكم، ما لقيتش اكزاكتومون الكلمه. صافي انا اضطريت نشرب بزاف دواوي، شربت بزاف دواوي، ضربت اباري، ضربت درنا كلش. وعلى بالكم هذوك كامل هرمونات ياثروا على الجسم تاعك من كل النواحي، وزيد المورال تاعك الا كان المورال خياتي هابط ما عندك ما ديري في حياتك. الا كان المورال تاعك هابط كل شيء راح يهبط معاه، كل شيء راح تهبط المناعه تاعك، راح تهبط الهرمونات اللي تمشي الجسم تاعك، راح يهبط هرمون السعاده، راح يروح كل شيء وراح تزيدي تدخلي في دوامه الاكتئاب. وهذيك الدوامه خياتي واش نقول لكم صعيبه بالبزاف، مريت بهم كامل، مريت بالاكتئاب، مريت بكلش السمنه كل حاجه. بصح السبب الرئيسي تاع السمنه نقول لكم خياتي هو الاكتئاب صراحه، عن تجربتي الخاصه هو الاكتئاب اللي سبب السمنه. وقلت لكم ثاني انا زادوا لي، شوفوا في الاول بديت ناخذ هذوك الاباري وناخذ دواوي، ناخذ من كل حبوبه كل حاجه كليت عندي ما كليت قسمه الدواء كامل الجزائر، انا كليته على ضربه وحدي، قسمه الدواء كامل الجزائر انا كليته على ضربه وحدي. لو كان زعما كنت من النوع اللي يجمع هذوك الامور راح تشوفوا العجب معايا. بصح الله غالب ندير شغلي نرمي كل حاجه، ماشي زعما من نوع اللي جمعت سينو راح تشوفوا تشكيك، راح تشوفوا لي بواط، راح تشوفوا كل حاجه معايا. بصح كاينه واحد الحاجه خياتي، قلت لكم جربت بزاف 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 ريجيمات، جربت هذاك تاع الكرومبيط، لاسوب تاع الكرومبيط الرهش
راحتي الا قلت لكم راه حتى راه امبوسيبل تريزيستي لهذيك لا سوب. جربت ثاني ريجيم عند طبيب اخصائي التغذيه، اخصائي التغذيه في برج البحري كنت نتبع عليه عندها سي فري، لقيت نتيجه ماشي ما لقيتش نتيجه بصح كان ريجيم سيفير فهمتوا، سيفير اون بلوس لازم المشيه لازم المداومه فهمتوا، وكان سيفير ما عندك ما تاكلي ما عندك ما ما تفهمون النتيجه. ما ديت لكم هذاك اللي يجي واحد الخطره هكذاك ما على باليش الا خدمتوه ولا ما خدمتوهش بصح افيكاس افيكاس بصح تلحقي واحد المرحله راح يستقل الميزان تاعك وما تهبطيش منه بتاتا فهمتوا. ومن بعد راني ديكوفريت حاجه واحده اخرى وراني نمشي في هذاك الطريق وحبيت على خاطر خبيت عليكم خبيت هذه الحاجه. دائما نقول لكم كي تروحوا ديروا حاجه ماشي اوبليجي تنشروها كامل على خاطر ملي تبداي تخدمي فيها قبل ما تولي فيها راح تحبس لك ديريكتومون هذيك العفسه. دائما هاد الحاجه نقولها لكم ديروا اموركم في ستر الله فهمتوا في السطر ديروا كل شو كل حاجه بغيتوها ديروها في السر ومن بعد كي تنجحوا فيها بداو عاودوها معليش ماشي مشكل. بعد نهار احنا دا شويه برك بعدين بعد راح نولي نكمل واش درت معكم. اكلي كنت نعيش دماغ انا كنت ندير الحاجه وكلي تم قرنت الحاجه وكلي اكستروزون تم طوت نايك اكستروزون بون جينيرالمون الكازن دومي مات دومي مال يعني والله عارف تاع جيت وجع الكازن الله يبارك ماشي كنت تفهم شغل ماشي ديال الحاجه راه تواجد ماشي الحاجه راه يتوقع تفصل ما الى الحوايج ما الى الحوايج زعما كي كيني ما الى تزرى ما كيجيون يقبع انا يون شي كاع ما صلا فيديو يجيني وتزيتي ما خاطر ديال الحاجه راه ندير ديال الحاجه زعما ما تخلص فوس نقول ديال الحاجه نزمر نخدمك كنتي سلاوان كخام الحاجه يسهل الماضي ماضي نيا كنت دا سيدي تكون ماسيو كو بروبليم يجيني نرقب يا سيدي فيديو نكيني كنت دا هضره في التجربه ينوا فين سعد انا كيني فين يا دنا فوق قاروي سيدي بعرف لك كنت نكيني زيك اللي بغاش نعمل ساقط دايور كاش نهار ما راح نسخا منها كنت في الميغ لي فوتو نوك لي لي تقعقت بيان لي سي خطر زعما دي لايك سي كان لي سي على غدا كاين صافي لي مشي قانا كني ضاما كاع لا لا طيب توث درمثر باش يدي بعرف لا كل تي نيس نزيك تكشمات تسمي لي كومونتي لا طيب لا توث درمثر مي في حدا كاين كان زوج جان كاين شغل نيا كنت ساعه بروبليم كنت داريا كلي سوير تيشيرتي كاشيين سوير دوار واش المحبوبه ويثغالا واش تيزيني ويثغالا واش الماكله وتشيغالا واش العسل وتشيغالا واش الرهج وتشيغالا باش يدي بغا فلا كنت باش يقارنا كني تبعات 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 تامي داين تاكالا معليش الحمد لله ني راه كنت من بعد وين عطي داك لي زورمون اش كنت داك لي زورمون من بعد الجسم كنت ترويه كنت خساره كنت واش هادي قمه صراحه وشي دي بعد لكن طارو ما كيم فيو بلي في ثقالة كي ضعفت زرب لي فراف لكن زرب قرار كنت تقاحي في شعاتي ودلا رياليتي تلقي ذي الحاجة وكلي يبوسين يبوسين أخذ ما شو لكن يكو ذول ثمان عام يستمان يظن وكلي أسنتين أثنى ميرت نكون قرار كنت تجور في استماتين ما يلت كاردة كذي مصر بدي سيس سلحانة وسميت سجن تاني بوي أسنتين كني ما دمي كثير يسمع فاسترو وشي دي بغاف لك كنت الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي تبدا تبدا نسمي في دابا يا رنتا تبدا تضروري اسمي هيك تيك شيرتي وانا كنت لا ديرنيير فوا انا كنت وزميل غادا سي بون في تيك شيرتي كما صات فوتوس كما صات فوتوس كما صات فوتوس صافي الا قلب بوا صبر مينيموم الا قد صبر مليح قلب بوا نكيني وليش ريجيم مخدم غارة وليش ريجيم سياغ سياغ ونا الكروم سياغ مشي كنت قرا كي سياغ روح غادي تريسيونيست دي باب سمي ساكني برج البحري خدمة غا شحال غور سمي الحقا يوم الوقت شغل بزاف سيفير سيفير شغل سما تشال القوتني زمي غا تشال فلانكيني بوعرف كنت ديونا ريجيم يونا ريجيم تاع حداي وزعما ما تكفي لا فيديو سي قد هضره فلا سينو كنت درنا لا فيديو ني ان شاء الله كنت نهضر اون ديتاي كنت تسكن هاكا شو ست ساعه ماشي ست ساعه شو خدمنا غا شو الى قن فيني زمان تخدم سبور تخدم سبور فيني زمان تخدم ناطاسيون تخدم ناطاسيون فيني زمان تخدم شي طوح الله ما شي كينو اللي تدرت استخدمت خاطر افيكاس غراب افيكاس غراب تفصلنا كنت ديتي حداي شو شو كتجانو كل لعب ديت قبي الكآبه لونغواس لونغواس ما تخش ملي لونغواس اوتوماتيك يمكن يتدوموندي يد الماكلة كي الجسم تدوموندي يد الماكلة حتى فريمان يوقي الماكلة لحقا حاشاكم اي في لا بيريود عندها حاشاكم حاشا قدركم عندها غا تشا تشا تلحق د الماكلة غردا تلحق دا غردا كدا غير داين داين تشور
حاشاكم حاشا قدركم غنروح غا الدره حاشاكم حاشا ولد مولون غنروح غا الدره غا الدواجه غا تشا داي تيني لا ليميت لونغواس تيني لا ليميت لونغواس تيني لا ليميت كلش يمكن غوري الحق غالي طابني فيناك ما صاوك لي تخمي ما وسني عندنا زعما ماشي تولا تولا الحمد لله فاز قلي صافا كما صارت ستابيليزي كلي امل مورال مو امل فيزيك مو كلي الحمد لله ابرينا كنت ذنش تاكيني كتر جنم ذن يتفاد البوا لونغواس اللي كفقي عن كوشي طارون كلي دوني تاكي كوشو غي طارون كلي زرا بلو سيجاد دوني زرا بلو فجهاد دوني في قارنا كني في كني سيقار ماتو سيقار كني وي كي دي سقسنا في لي حاله كان مثل لا صلصب وغلان ساعه قسيني بغا صلصب وغلان وش وي زران شي فرنس ني سد فيها الفصايكي خير الجرحي كي نسد فيها الفصايكي خير الجرحي كي نسد فيها الماكياج كي خير الشوالي كي نسد فيها الواش تقني مي العام ديال قادي سو لا بيرسوناليتي فري فري راه كي تسعم دوك لا بيرسوناليتي اندا وتفغا راه تشمي وتي ديني يا ليلى ليلى غنكيني دايم سي بون زمير غير الزمر الزمر خاطر ما الا تقرا زمير غير اوتوماتيك زمير غير مثلا يفز ورا زمير غير وتصور ضرا وين تبغى وتصور ضرا وين تتمني وتصور ضرا يمكنني لو كان دسا كنتي تحكو غا شويه تراني كي دي هتشد مدي قران كنت صاحب هذا التسوم في لي يمكن تسوى غادي يكون فهمتي لو كان دسا كنتي تحكو غا شويه تراني كي دي زرا بلي خطر خلا يتوالينا كيف قامت ليلى تن تن بيان تن تعشي لا بيل في تعشي ديجا خلا خلا تلمتي كي دي خلا شو غادي غادي ديجا تزرا مثلا لان مفصل القران زعما يوث الحاجه كان زعما كان يوث الحاجه يموت في بعثي رحمة ربي فينا تصح تبوي كل شيء دوني ثيو تصح شي دي بعرف لا كنت في رحمة ربي رحمة ربي كوي ديما ثم ما تطح كيف كيف تيجي جاك شو دي قيما معنا عاود على الديمار عاود على الديمار خلاص مازال وفان وعيشه مازال فان ولا مازال يسمع مازال ما مازال ما وكذا يقولك مازال حوايج ني مازال مي مازال الكازي و فهمتي لا شغل فشو عاود في قناه كنسفجع سفجع سفجعه قرحني سفجعه قرحني قالت سمكانه غتخدم شغلتي وتروح غاري ما تروح وانا غاري جا قالت تخدم شغلتي وخدم اليوتيوب كي تكون فهمتي صافي توجور الى قما الى ديسيدي تخدم الحاجه الى قالت لي متقبل تهكم فيما كنت مورالمو تهكم فيما كنت مورالمو وخلا شغلتي فرا خلا شغل وزمي غار كنت دينا على اليوتيوب لان دي شوز بيرسونيل ابدا وزمي غار كنت نيت الشمع على اليوتيوب ابدا وزمي غار غدا تهضر كلش خاطر ودوس لاشاني وتخدم غير واش ني وتخدم غير كنت صبغ المورال نحوك وتخدم غير باش كني كنت تحكو غير اي نسعى لها المعنى اني نقول شو الفايده بزاف فهمتي صافي تو ليش سمعتيني بغانا تخدم تخدم ماشي كيخدم مانكيني تخدم ماشي كيخدم مانكيني تدفع مليح مليح حاشا كنت دينير خاطر ريجي ما كنت دبانا كنت يسهل الماضي ماضي يسهل الماضي ماضي اتشط اتعوض والحمد لله سي جوست اتريزيستيل شهرنا مزوالو شهرنا مزوالو الحاجه كي مزوالو تنحوج يسمى حاجه كي مزوالو تنحوج نحوج ذاك عام صافي مش طاحت كان خاصها ورقت ورقت سي دي ليسونسييل عندها تفاصيل تنكيني تاكيني تجمع في دي سيت فادي سو سورت كاني كاسني قاريو جو جاكي كي دي ما حوج جاكي كيني الحاجات سيت فادي زعما ما تخصي الحاجه سكي انت داو انا سلس كاين ناخذ روحي ديك الحاجه غاتي تبات باش كنت سويغ على المورا لوجاش لا ميموار ماشي المورا لا ميموار زيرو هذا الحوجه طبعا اختي دي ستيجو الحوجه طبعا اختي دي ستيجو هذه كتبها غاتي حدا الميزانيو هذه كتبها لا دات من المبدا الميزانيو شوفوا خياتي راح نسحق ورقه بسط ولا هكذا كناش صغير راح نسحقوه نخليوه هكذاك نخليوه قدامنا ابي ونشوفوا كيفاش رانا نهبطوا في الميزان وتشوفوا كيفاش راكم تشوفوا شحال من خطره انا وزنت الخطره الاولى انا وزنت النهار الاول وزنت فيه قبل ما قبل نهار 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 سوسوا اكزاكتومون نهار اللي رحت للطبيب على ركبة تاعي طلعت فوق الميزان وقلت لكم قلت لهذاك الطبيب في عينيك ما تقوليش راكي سمين على بالي راني يعني نشوف روحي على بالي بلي سمينه ومن بعد كي رجعت له هذاك الراديو وقال لي اهمل نقول لك حاجه ما تقوليليش علاش قلت لي ديراكتومون الركبة تاعك راهي تتفتت لارتروز سي بون قال لي دركا رد شوفي كيفاش دير دي حل عمرك هكذا قال لي ديريكتومون قال لي كيما قلتي لي انت ما تقوليش راكي سمينه دونك راح على بالي بلي كامل زعما الاطباء تاع العظام وتاع هكذا كامل هاد العفايس يقولوا لك ديريكتومون راكي سمينه ويبازيو على الميزان و سي فري سي لا رياليتي نهار الاول على بالكم خيط راح نقول لكم الميزان تاعي راح يتشوكاو
راح تشوف كامل الميزان تاعي. النهار الاول وزنت 116 كيلو و500 لاجمي لاجمي كما حبيتو قولوا. بصح وزنت شفي من هذاك النهار ديسيديت ندير الريجيم اللي قالت لي عليه اختي، وديسيديت ناخذ هكذا نبدا فيه باش هكذا كيفاش نقول لكم راح نيفيتي كيفاش نقولوا لهم هذوك اللي يركبوهم على باليش نيفيتي بزاف حوايج. اون بليس هذا الريجيم خياتي الا كنتي في السكر، في السكر زعما كيفاش يقولوا دوزيام كيفاش يقولوا هذه نسيت اكزاكتومون الكلمه نسيت فاصون. بديت هذا الريجيم خياتي ما عنديش بزاف، ما عنديش شهرين اهبط في الميزان. شوفوا شحال هبط، راح تشوكام فاصون. على بالي بلي هذا الفيديو ما راحش يكفيني، راح نزيد لكم فيديو واحد اخر نهضر لكم عليه باش تديو العبره وتديو زعما هكذا باش تديو كيفاش نقول لكم تديو فكره على كلش، على باش ديروا ديجا توجدوا المورال تاعكم دونك. والفيديو الاخر ندير لكم تكمله لهذا الفيديو، ندير فيه واش درت. على بالي بلي كامل رانا نعانيو من هذا الميزان، حتى لو كان كنتي زعما بغيتي برك تهبطي شويه في الميزان راح تهبطي اوتوماتيك. كني كنت انا عايش دماغ نهار مزوال، كني وزنا 116 كيلو كني و500 دوال كنت دي قال لي اختار فدا فهمت نورمال مي قسمي في هذيك الشاتي والكل تاعي ان شاء الله بعد شاف لي كنت تقولي قسمي في هذيك الشاتي وسي بون زميله وزميل غير دايم نقوم خاطر ملي قارنا كني شغل تقاحي لي ستوما وتساوي غاز تفوس فالوميني تكلمي اختي سمعليش مي تيك شرار تتغرض تسوالي ضد حاجه سوالني ما كيما زميل راسك راسي تخدمض اللي غير الحوت صبو لي زيسكالي امي توجا وني دي طفن امي سعدا ديس تولا قالي الحمد لله. اون بلوس سانتروم نيوز وي غاز زميل غاز خدمة سوغ لي كورتيكويد زميل غاز خدمة في سيكناي زميل غاز خي الله شغل زميل غاز خدمة فهمتي سي بو سا داين شغل ديسيدير لي غاز جي بخي لا ديسيزيون نخدم مع ريجيم قالي وباذن الله هذا النجاح غادي يس اشو كان فيها فلا كنت واحد بغنا ندم والله ما بغنا ندم اسمي ولا ريزولتا ناس والله عارف بارطاجا كي كنت تكون في ديست مع عزيز مت في الاولاد تكون مثي ماذا بيا تجي متوك كي كينيا من كينيا تخمتوك شطوح الكواج تكرم توك تعاود متوك تولي ديما انت خطر زرب لي الحاجه يوارن سواطاس الحاجه يوارن سواطاس خطر عند زرب لي لا كاتيجوري تبعا خير لايك قبال ما دارت غير حاجة وفي هاد الحاجة كي كيدي يسن لي روب نغاشو قرن فيه دوك ليلة ليلة عندتي دوغل سا سوفا بلي خير لا كلان وتفنا لا كغونطاي وتفنا لا زرع بلي قالي كنت دوك لي بروبليم كيني مي ان شاء الله هادي لا فيديو دي تدونا يستمع كنتي داوي ريجي ماكي ماشي لا فيديو تدونا تولا تكوبي لا فيديو كي خطرة في المقارنة تولي ياخد الحق 18 مينوت هي العم لا فيديو دي تدونا ان شاء الله كنت تكمل على بارتي دوزيام بارتي فاصون تاع حداي ان شاء الله يدعمتك سر خير خاطر زرب بلي ماشي الحاجه يوارون وزرب بلي امشي كني صبر غني كيني الصبر متولا تكون متي وكنت تقرا غير كي ديني ضغط الى قصد فريماني الى قصد فريماني وما الى تزريماني بلي الصبر ديال الميزان سي بون كي كانت ورا ديماني داير تولا في الميزان كما صارت الصبر تينا بدي خمن الكوراج فهمتي هذا انا استمنا كنت تهكي بثلاثة ورقات استيجو هادشي تفهمتي اش كنت ديني لي لا فيديو دي ستون ان شاء الله كيما قلت لكم خياتي وجدوا ورقة وستيلو باش تكتبوا كامل واش راح نقول لكم في الفيديو القادم باذن الله. الى هنا خياتي نقول لكم راح نكمل لكم على خطر الفيديو جاء طويل صافي ما لقيتش اكزاكتومون كيفاش نختصر لكم هذا الموضوع على خطر باش نجي نهضر عليه ديجا جاني هكذا شويه كيفاش نقول لكم جاني شويه صعيب صافي لازم تبريباري روحكم قبل باش نبداو هذا الفيديو غدا باذن الله راح نحط لكم الفيديو الثاني وراح تبداو باذن الله اللي بغات دير الكوراج على خاطر لازمنا كوراج باش نبداو الفيديو ماشي باش نبداو في مرحله واحده اخرى في حياتنا باش نريد ديماريو حياتنا سواء جسديا ولا ذهنيا لازم تكون هكذا حاجه ان بوت لازم نلحقوا له ولا حاجه هكذا لازم نلحقوا لها فهمتوا في كل الميادين هذه هي الركيزه ديري هكذا بوت لازم نلحق لهذا الشيء نخزر فيه حتى نلحق له فهمتوا
لازم ندير هاد العفسه، لازم نديروها باش نلحقوا ليها باذن الله. ايه مالا خياتي، نقول لكم من تهلاو في روحكم الى الفيديو القادم، راح نكمل لكم لا دوزيام بارتي تاع هاد الفيديو، وان شاء الله راح تستفادوا منه باذن الله. بيان سور بارطاجيو كامل هاد الفيديو والفيديو الجاي للناس اللي تشوفوهم يسحقوه، بارطاجيوه باش نساعدكم، على خاطر كيفاش يقولوا سقسي المجرب خير ما تسقسي الطبيب. حاجه درتها، حاجه خدمتها، وعلى بالي راني وعندي خواتات واحد اخرين داروها بالبزاف وخدموا عليها، بصح انا لقيت واحد العفسه باش نهبط باش نديرها، وهما داروا حاجه انا زدت لها ونقصت لها، زدت لها ونقصت لها، حتى لقيت هذاك البروغرام المليح. ايما نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في والديكم، في ولادكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. اي كاع يسمعكم دينا تحذرت، ايما كنت داري كنت على فيديو ديستون ان شاء الله الوالدين، كنت تسوي مثلا كنت نرى لا فيديو ديستيلو ان شاء الله، وتسوي مثلا جبت طور اختيك ديستيلو حوجه كنت مليح زرب لي تسفيدي سوشا كنت دينا، خاطر ريجيم اللي كنت دبا ماشي حاشا ماشي حاشا طعفه كنا تضعف خلا شغل مديواج خلا شغل خلا 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 واو واو فهمتي صافي. كنت انا وليت كنت تمام تمام كنت مرحمه الكوبي على فيديو اللي كنت تدخل مع ثاني ايضا لا دوزيام بارتي لا فيديو ياكيني ان شاء الله هتستفيدي فيكي سامكي كنت قرايت ليك. باي باي يا سلام.